سعياً لمواكبة التوجهات الحكومية في توفير رؤية استراتيجية شاملة تعزز ثقافة الإنفاق والاستثمار وتدريب موظفين الحكومة في مجال الإدارة المالية، نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة ممثلة في برنامج وفر للخصومات لموظفي حكومة الشارقة ورشة خطط لمستقبلك، وذلك صباح اليوم في الجادة بالشارقة. طبعا اليوم نحن سعت دائره الموارد البشريه في اطار ان هي ترسخ مفاهيم واسس طريقه الادخار والتوفير والاستثمار للمستقبل. نظمنا اليوم ورشه تحت عنوان خطط لمستقبلك. استضفنا اليوم الاستاذ المستشار صلاح الحليان، اتطرق لعده محاور منها كيف طريقه الادخار، ومن ثم كيف طريقه انه بعد الادخار شو الخطوات اللي راح يتبعها ويوفرها للمستقبل، يبني مستقبله، مستقبل ان شاء الله عائلته اسرته وغيره. تناولت الورشة عدة محاور أبرزها الإدارة المالية الشخصية وتعريف المشاركين بمفهومها وأسس التخطيط المالي وكيفية وضع أهداف مالية باعتباره جزءاً أساسياً من الحياة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الاستثمار والادخار للأفراد وطرق الاستفادة القصوى لجعله استثماراً ذكياً آمناً. بالنسبة لموضوع التنظيم، أشكر دائرة الموارد البشرية على هذا التنظيم الممتاز، أشكر كذلك المحاضر سعادة المستشار صلاح الحليان على الطرح الجيد. أنا صراحة في البداية كنت متردد في الحضور، لكن أنا حين أحمد ربي أني حضرت هذه الدورة اللي صراحة أكثر من رائعة، اللي تخلق فرص للنجاح، فرص الاستثمار، أني أنا كيف أوفر من الراتب هذا مبلغ بسيط أطلع بنتيجة جدا ممتازة، سواء كان استثمار في مجال العقار أو حتى في مجال السيارات، أرقام السيارات، الأسهم وغيرها من هذه المجالات. طبعا هاي بوابة خير نحن بنبدأها إن شاء الله بعد المحاضرة اليوم أو الندوة اليوم، خطوة جيدة سواء كان لنا أو حتى كذلك بالنسبة للأبناء إن شاء الله في موضوع التوفير وفتح بوابة للمستقبل. تواجدنا اليوم بخصوص نحضر ورشة خطط لمستقبلك اللي هي عن طريق موارد بشرية حكومة الشارجة، فالحمد لله استفدنا بخصوص الاستثمار والادخار، تعرف وين تودي فلوسك، شو صرفت، شو سويت، الأمور هاي يعني. يسعى برنامج وفر من خلال تنظيمه للورش التفاعلية إلى تمكين الأفراد من الازدهار والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وترسيخ ثقافة الاستثمار والادخار لتأسيس مشاريع ريادية واعدة. نجدد لكم التحية مشاهدينا الكرام. عند ذكر دائرة الموارد البشرية لابد من تقديم التهنئة لرئيسها الجديد الذي حظي بثقة القيادة والذي أعلن عن تعيينه رئيسا لدائرة الموارد البشرية وعضوا في المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة بمرسوم أميري صادر من سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة، الله يحفظه ويرعاه. نهنئ ونبارك لسعادة عمر خلفان بن حريمل الشامسي تعيينه رئيسا لدائرة الموارد البشرية، متمنين له التوفيق والسداد. إذن وللحديث أكثر حول تفاصيل ورشة خطط لمستقبلك وما تضمنت من محاور وتفاصيل، يسعدنا أن نرحب بالمستشار المالي صلاح الحليان وهو مقدم ورشة خطط لمستقبلك. مساء الخير استاذ صلاح وحياك الله معنا. مساء الخير والنور، واهلا وسهلا فيك وسهلا المشاهدين، يا مرحبا بك. اهلا وسهلا. يعني ما اهميه تنظيم مثل هذه الورش للفئات العامله بحكومه الشارقه؟ هناك طبعا في فرص اقتصاديه نحن نسميها، هي هذه اللي نحن ننور الناس بالنسبه لها، لان معظم الاشخاص يشتغل طول حياته عند الراتب وعند الدخل، لكن عنده تحديات. نعم. ونحن شفنا التحديات هاي إذا كانت 2008 والأزمة المالية وبعدها هي كوفيد وقبلها في 2014 انخفاض أسعار النفط، إذا هناك في تقلبات وفي وضع اقتصادي عام يأثر على الأشخاص. صحيح. وفي أكثر الناس يقول بذاتي ما تكفيني، أنا أبغي فلوس زيادة، هناك في زيادة الأسعار فترة كوفيد وما بعد كوفيد، والآن الجيوسياسي الجو هذا خلق نوع من التضخم في جميع أنحاء العالم، يمكن 10% 5%. إذا أنا بعد أشوف الفلوس اللي عندي هاي ما توفي ما توصل. نعم. بس أنا أدخل في الدوامة هذه باستمرار سنة عن سنة،
وأنا عندي كارير، أنا عندي وقت اللي هو أنا أشتغل فيه كموظف. إذا أنا عندي 20-30 سنة، ال20-30 سنة هاي الدخل مالي هذا كيف أنا دبرته وكيف تصرفت فيه؟ نعم. والورشة تتخصص في هذا الجزء، كيف تدير أموالك بطريقة ذكية وكيف توظف التوظيف الأفضل. طيب، ما هو التوظيف الأفضل لإدارة الأموال من وجهة نظرك كمستشار مالي أستاذ صلاح؟ التوظيف الأفضل، نحن لو نروح اليوم نشوف عندنا دستورنا بنحصل عندنا المادة 24 تبغينا نحن نعيش في رخاء وفي ازدهار، وطبعا هذا نسعى عليه وشيوخنا ما شاء الله عليهم، يوجد لك الوظيفة، يوجد لك الراتب، يوجد لك كل الأشياء هاي. لكن في نهاية المطاف أنا عندي سلوك مالي، هل السلوك مالي سليم؟ هل هو السلوك مالي هذا يعزز موقفي بحيث أني أنا تكون عندي أصول، تكون عندي استثمارات، تكون عندي ادخار، ما تكون عندي ديون، ما تكون عندي مشاكل؟ لا تنسى أن عندي اللي هي الاستدامة، لأن أنا بعيش لين سن التقاعد وما بين ما بعد سن التقاعد. هاي هي المعضلة اللي نحن كلنا نواجهها. إذا هناك في فورمولا، وفورمولا جدا بسيطة، كل موظف لو يأخذ 20% من راتبه ويحط يم ويبدأ يوظفه شهر عقب شهر عقب شهر في أي من مجالات التوظيف، يدخله في أسهم، يدخله في أعمال، يدخله في بزنس. ما شاء الله عقاراتنا متوفرة اليوم في 50 من الأماكن هاي كلها، كثير من الأماكن هاي يقدر يختار. إذا نحن راح نعزز شيء واحد، عند المدخرات، المدخرات هاي تنمو بالاستثمار، إذا الشخص يتملك أصول، يبتعد أول ما يدخر ويوفر ويرتب أموره، تصير عنده ميزانية، يبتعد عن الهدر، ما يدخل في ديون وما يدخل في مشاكل. إذا يصير عنصر منتج. نحن اليوم مشكلة الشخص هذا مستهلك، يبى الشنطة الجوتشي، سيارة البورش كايين، يبى يسافر هذا ويحط على الإنستغرام، ودائما يظل يلهث وراء اللي هي تركيز على الكماليات. نعم. وهي مشكلة بالنسبة له، لأن اللي راح يقتني راع المول، راح يقتني البنك، يقتنوا الأشخاص الثانيين اللي هو يصرف راتبه ككل عليه. إذا هو الآن ما يصرف على نفسه وما يصرف على عائلته، وهي مسؤولية اليوم في المجتمع أن كل شخص لازم يسوي شيئين، وهذه إذا ما يسويهم عنده إشكالية، لازم يوفر ولازم يستثمر بشكل منتظم. يعني ركزت الورشة على حث المستفيدين من هذه الورشة تحديدا لإعادة تقييم أولوياتهم. نعم. بحيث يتم تحديد الأولويات. نعم. من جديد، ويتم التركيز على الجوانب الأكثر أهمية في. نعم. حياة هذا الفرد. نعم. واللي تبقى الكماليات ربما تحتل يعني مؤخرة هذه الأولويات، أو حتى ربما تزال. نعم. من قائمة. نعم. الأولويات. ما الهدف اللي سعيت لتحقيقه من خلال هذه الورشة، أو كذلك النتائج المرجوة بالتعاون طبعا مع دائرة الموارد البشرية؟ الهدف هو تغيير سلوك، تغيير بيئة. في عندك بيئة لازم تغيرها، كيف تغير البيئة؟ الناس تتجه اليوم، نحن لما جاء وقت كوفيد مثلا قال لك نحن ليش نسوي الزواج الجماعي ونخسر بيزات، فالناس اتجهت ان قامت تسوي الزواج، وصارت عندها فكرة ان انا ما احتاج اتسلف 400-500 ألف وادخل في ديون. اذا صارت الناس تنظر لنظرة اخرى بالنسبة للحياة. حتى ايام كوفيد نحن المصاريف اللي كانت عندنا ما صارت، ما عندي كوفي، ما اصير الاماكن، اجلس في البيت. غيرت نظرتك لقيمتك انت كشخص، هل احتاج ان اشتري شيء عشان احس بقيمتي؟ هل احتاج اني اسافر عشان احس بقيمتي؟ اذا الجزء المادي هذا صار غير سليم. لكن في ناس قامت توظف وقتها، قامت تطبخ، قامت تتعلم، اكتسبت مهارات. انت فاهم الفكره؟ صحيح. في بعضهم حتى الخدم مالهم قالوا خلوهم يروحون، وقاموا يشتغلون نفسهم طاقتهم في البيت وبدأ يشتغلون. أعرف أحد الأشخاص كانت عنده سيارتين، باع واحدة من. نعم. السيارتين، وقال لي محمد اكتفيت بوحدة لأن ما يحتاج. أنا ما يعني فترة إغلاق، فترة. نعم. حجر، فترة كوفيد. نعم. وما أحتاج إلا لسيارة واحدة، فاستفدت من المبلغ و. نعم. يعني في حساب توفير بنكي حتى أنه يستثمر ربما. وبعد مستقبلة. كوفيد راح يستمر على نفس السلوك، راح يدرك الآن أنه كان في عنده نحن نسميه ويست، يضيع بيزاته. في عنده تسرب. وهي المشكله اللي احنا نواجهها، لان معظمنا لو تشوف المداخيل اللي عنده مداخيل جدا عاليه، بس في تحديات، وهي ما يضمنها حد، ما تضمنها لا حكومه ولا ولا ولا، لان هاي التحديات راح تكون دائما موجوده. اذا انا شخص اليوم ما عندي استثمار، ما عندي اصول، ما عندي املاك، ما عندي مداخيل اضافيه، بتكون عندي مشكله في المستقبل. صحيح. ومشكلتي بتكون كبيره. صحيح. طيب، يعني كيف لمثل هذه الورش أن تساهم في زيادة الثقافة المجتمعية حول أهمية توفير، إعادة تقييم الأولويات من أول وجديد،
وكيفية تخطيط لهذا المستقبل قياسا إلى عنوان الورشة خطط المستقبل؟ هذه بسيطة، إذا إحنا شفنا الهدف اللي هي الجزرة. نحن الجزرة شو نتكلم؟ نتكلم لو نحن كل الموظفين هذي اللي يحط لي 20% من دخله يوفره. اليوم نحن العقارات هاي اللي موجودة عندنا واللي هي متوفرة هذي اللي بيستثمرون فيها منه هم هذي الناس، هذي الأشخاص اللي بيستثمر في العقار مثلاً، وهذي اللي بيدخلون في أسواق الأسهم. إذا ما بي عندي تذبذب في 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 الأسهم وفي الأسواق هذه، هم هذي اللي هو يفتح مشروع صغير متوسط. ليش؟ لأن عنده توفير. اللي عنده توفير يدخل في بزنس، اللي عنده توفير يكون عنده رأس مال. أنت انتبه، اللي ما قلت لي اللي السيارة تخلى عنها ممكن يدخلها في بزنس ويدخلها في شيء. فإذا هذه تعزز فكرة إن كيف إني أنا أتحرك وأنشط. ونحن اليوم لازم نخلق مجتمع ينتج، هاي نقطة جدا مهمة. طيب تسمح لي في جزئية مهمة، البعض عنده تخوف من اتخاذ قرار، يعني سليم. هو عنده مبلغ بنكي في مبلغ في حساب بنكي، حساب توفير فلنقل على سبيل المثال، ولكن لا يعني لا يملك الجرأة لاتخاذ قرار لأن يستثمر في هذا المبلغ. على سبيل المثال الحكومة اليوم وفرت أراضي صناعية وتجارية للمواطنين وطلبت منهم أن يعملوا في هذه، يستثمروا في هذه الأراضي بما يعود بالنفع يعني والفائدة عليهم. البعض ربما يملك رأس المال، يملك هذه الأرض، ولكن متردد في اتخاذ القرار. لديه خوف. طبعا الخوف شيء طبيعي جدا، يعني مشكلة إذا الشخص يتهور، فنحن هذا شيء طبيعي بالنسبة للخوف. لكن نحن ناخذ مخاطر ونسميها المخاطر مدروسة، ولازم تجد الشخص المتخصص اللي يساعدك. لازم تكون عندك أهداف أخوي محمد، أنت شو تبغى تسوي؟ أنت راتبك هذا اللي أنت تسويه شو تبغى تستثمر منه؟ وين تبغى تستثمر؟ أنت ما كنت تتوفر، تبغى توفر زين، وكم بتوفر؟ وإذا وفرت وين تبغى تستثمر؟ في أي مكان وفي أي مجال؟ في ناس ممكن تساعدك في الشيء هذا، يساعدك بحيث أنه يشوف أهدافك، يشوف طبيعة الاستثمار اللي هي موجودة، ما هي المخاطر المحتقة فيها. واليوم تحدثنا كثير عنها، عن طبيعة الاستثمار، الأماكن هاي، شو المخاطر اللي موجودة فيها، شو الهوم ورك أو العمل الجاد اللي أنت تقوم فيه عشان تبحث قبل ما تدخل في المخاطرة. إذا المخاطرة إذا كانت مدروسة أنا ما عندي مشكلة. اليوم نحن دولة الإمارات نحن نسميها أرض فرص، ونحن نجذب رؤوس أموال ونجذب ناس حتى ما عنده أموال. صحيح. يجي الإمارات ويبدأ من الصفر، وبعد فترة 5-10 سنين عند البزنس وعند المطعم وعنده وعنده وعنده. الفرص هاي متاحة. أنت اليوم إذا جالس عندك في دولة الإمارات وعندك وظيفة، ما عندك ريسك، ما عندك مخاطرة، جالس في بيتك. حتى لو مولية تصير عندك ما صار، لازلت أنت موجود في بلدك وفي مكانك. فإذا بالتالي تقدر تدخل في أشياء وترتبها بس بطريقة سليمة، وفي حد يساعدك. فنحن في عندنا من جزء من البراش اللي نسوي فيها الاستشارة، تجلس الشخص وتدخل في المجال هذا وتحط له أهدافه، بس تحط له خطة مرتبة، تحط له طريقة وأسلوب يتبع. جميل. طيب يعني ساعات المستشار وفق تعاطيك مع يعني الفئات المستهدفة من هذه الورشة واللي حضرت اليوم ومناقشتك معهم، يعني ما هي الأخطاء الشائعة لدى البعض في مسألة الادخار أو حتى تحديد الأولويات؟ في يمكن أسوأ شيء نحن عندنا اللي هو نأجل عمل اليوم للغد، وهذه يسمونها procrastination بالإنجليزي. تقول اليوم بسوي باكر، عقب باكر وعقب، وفي أكثر ناس ما يقوم بأي قرار، وطبعا لأنه خايف، لأنه ما يعرف، لأنه ما حد رواه وما حد. هذه واحدة من الأشياء. اليوم اللي كانوا في الورشة وفي أشخاص من قبل 15 سنة، إحدى الخوات تقول وفرت 500,000 درهم، كانت تحط 3,000 كل شهر، والناس يضحكون عليها، تحطين 3,000، الآن تقول لي عندي 500. عاد وعند ما شاء الله الحريم مشهورين بالجمعيات هذه اللي هم يسوون. بس أنت فاهم الفكرة؟ نعم. لأن عمليات الاستثمار وعمليات اللي هي الثبات المالي في العالم، ما بهي فلوس لوتري تنزل عليك من السماء أو فجأة، لا، تبنيها بشكل منتظم وتستخدم، يكون في عندك أسلوب منتظم وفي عندك استمرارية على أساس أنك أنت تقوم بنفس التصرف والسلوك المالي السليم. وهي نحن ما نتكلم عن يعني الكبار، عيالك نفس العملية. إذا أنت تأخذ الأسهم بطريقة منتظمة ومستمر كل شهر، في ناس نحن نقول له خذ أسهم طول حياتك، يأخذ أسهم طول حياته، عقب فترة كان عندي شركة شركتين ثلاثة. صحيح. فهذه بعد تساعد أكثر. صحيح. بس ينوع ويأخذ استشارة فيها. صحيح. طيب يعني ما هو السن المناسب لأن يبدأ الشخص في أن يخطط لمستقبله ويتعامل مع يعني ثقافة الادخار بشكل جدي؟ هل بعد التخرج من الجامعة؟ هل مع بدء العمل؟ الله يذكرهم بالخير، هني ما شاء الله كان عندنا برنامج سجايا
نعم. وبرنامج السجايا ما شاء الله عليهم فتية، فهذيلا كانوا يجلسون ونسوي لهم البرنامج، نعلمهم أساسيات الادخار، المصروف، وأكثرهم يروحون أبوي أنا كيف ما تسوي لي مصروف، خليني أنا بصرف على عمري. ممتاز. ويبدأ الأب يحط لها مصروف البنت أو الولد، ويبدون يسوي مانجمنت للأيتام عندنا، نفس العملية. والأيتام حتى كنا نسوي البرامج مجانا، وكانت نفس الفكرة أني هم شباب صغار في السن، لكن تصور الصغار هذيل ترهم يفهمون أكثر، ودائما يحرصون أكثر على أن يتعلمون ويكسبون المهارة، يكتسبون المهارة. ما شاء الله. المشكلة دائما هو في الأب والأم اللي يقول لك هذا ولدي، وأنا ودائما ينظر الولد أني أنا ما بي أخذله، بعطيه فلوس وخليه يصرف وكان الشكليات. الأطفال ما عندهم الشيء. فوجدنا أن أكثر البرامج اللي يسويها الأطفال تكون جيدة. عشان شيء نحن نطلب مرات إذا كانت في برامج للمدارس أو الجهات هاي ندخلهم في ورشة ويصيرون صغار، وفي برامج على قدهم على حجمهم بما معناه. سجايا كنا نوديهم اللي هو الفيلد تريب، نوديهم التعاوني. صحيح. ولمستوا لا شك الأثر الإيجابي على هذه الفئة العمرية المنتسبة لسجايا فتيات الشارقة أو غيرها من المراكز الأطفال. لأن أخي محمد أنت تخليه يكسب اللي هي مهارة حياتية. صحيح. المهارة الحياتية هاي مهمة. أنا أشكرك سعادة المستشار، لأن فعلا يعني المهارة الحياتية، نعم، ما تفضلت وذكرته في غاية الأهمية. بإذن الله إن شاء الله تكون لنا لقاءات أخرى نتحدث فيها باستفاضة عن هذا الموضوع. كل التوفيق في تقديم ورش العمل اليوم لديك في الشارقة، غدا في المنطقة الشرقية، واللي بعدها إن شاء الله في المنطقة الوسطى لمنطقة الشرقية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. الله يحفظك. إذن مشاهدينا وصلنا للختام، دمتم في حفظ المولى وإلى اللقاء.